وللمزيد حول تداعيات تفشي فيروس كورونا وفشل الحكومة في التصدي للحد من تفشي هذا الوباء في إجراءات مقنعة بعد أن تدخلت الميليشيات لإفشال التدابير بعد زيارة الكاظم وتنصل الصدر من المسؤولية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. مرحبا بك معنا سيد أحمد. أهلا بك، مرحبا. خلية الأزمة تمدد حظر التجوال من اليوم وحتى الساعة 11 ليلا، وهل هذا يكفي برأيك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يبدو أنه بدأ يدخل مرحلة الخطر في العراق؟ هذا الإجراء هو غير كافي، لأن خلية الأزمة ومنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا في العراق وأيضا في بقية مناطق العالم، الحكومة العراقية لم تتخذ الإجراءات التي كان من المفترض أن تتخذها في هذه الظروف، حيث أنها سمحت لدخول الزائرين القادمين من إيران، وكذلك سمحت بعودة العراقيين إلى العراق بدون أن تقوم بعمليات كشف طبي صحيحة على المسافرين العائدين كما حصل في بقية البلدان مثل الكويت وتركيا وغيرها من البلدان. أنا كنت حاضر لدى وصول إحدى الطائرات القادمة من إيران وشاهدت كيف كان الفحص الطبي، كان فحصا هزيلا للغاية، والجهاز الوحيد الذي كان من المفترض أن يتم الكشف به عن المسافرين العائدين كان جهاز عاطل عن العمل، وكان يقرأ درجات الحرارة بصورة عشوائية وغير منتظمة. لذلك هذا الإجراء كان غير صحيح، ونحن قد ربما بعد يوم أو يومين سوف نتفاجأ بحصيلة ستكون مرعبة لتفشي هذا المرض الخطير في العراق. في الوقت الذي تقول فيه وزارة الصحة أن معدل الإصابات بالفيروس مطمئنة، بعثت الاتحاد الأوروبي في العراق تدعو للتعامل بجدية مع تهدية كورونا. ما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي للتصريح بهذا التصريح في وقت يعني تطمئن فيه وزارة الصحة الشعب العراقي؟ نعم، الاتحاد الأوروبي وكذلك بقية المنظمات الدولية والسفارات الموجودة في العراق هي قريبة من ما يحدث في العراق، وهم يشاهدون كيف أن فرض حظر التجوال أصبح غير محترم في شوارع بغداد وكذلك في المدن الجنوبية على وجه التحديد. وأخطر ما يهدد تفشي هذا الفيروس هو التجمعات التي حصلت في الكاظمية، وكذلك عدم احترام الناس لقانون حظر التجوال أو إجراء حظر التجوال، وإصرار بعض الجهات السياسية التي تمتلك ميليشيات على الزج بمناصريها وبأتباعها إلى الشارع بحجة أن هذا الفيروس هو مؤامرة أمريكية إسرائيلية يستهدف النيل من التجمعات الدينية وغيرها، ويستهدف طائفة معينة. يعني كل هذه الادعاءات كانت ادعاءات باطلة، لذلك الاتحاد الأوروبي استشعر هذا الخطر، كما استشعر منظمة الصحة العالمية وحذرت العراق من أنه إذا استمر عدم احترام الإجراءات الطبية فإن العراق سوف يواجه تفشي خطير لهذا الوضع. نعم. طيب أستاذ أحمد، فيما يتعلق بحديث موقع المونيتور الأمريكي عن أن الحكومة في العراق غير قادرة على الحد من انتشار فيروس كورونا، وهذا الكلام يدفعنا للسؤال عن ميزانيات الصحة التي تصرف منذ احتلال العراق حتى اليوم، كيف تصرف وفيما تنفق، ولماذا لا توجد بنية تحتية صحية جيدة في العراق؟ نعم، منذ عام 2003 وحتى اليوم كانت وزارة الصحة تمثل بمثابة يعني بئر نفطي من المال، لذلك كانت دائما ما تسيل لعاب الكتل السياسية والأحزاب للسيطرة على هذه الوزارة وأخذها ضمن المحافظة السياسية والحزبية التي كانت تتصف بها عملية تقسيم الكعكة إن صح التعبير في العراق. وزارة الصحة كما تعلمون لديها يعني موازنة ضخمة، ودائما ما كانت محط أنظار الكتل السياسية التي كانت تتسابق من أجل الحصول على هذه الحقيبة الوزارية، لأنها تمثل مصدرا لتأمين الأموال اللازمة لتأمين
احزابهم الصرف على اتباعهم وغيرها من النشاطات السياسيه. نعم. وهذا السبب هو كان السبب المباشر لتدني المستوى الخدمي ومستوى الطبي وتراجع الرعايه الطبيه و نعم لأسوأ مستشفيات ومراكز صحيه في العالم. تمام. طيب سيد احمد، الان بعد تاكد اصابه 3 أشخاص بفيروس كورونا بعد عودتهم من زيارة ضريح الكاظم، هل مقبول أن يتنصل الصدر من مسؤوليته بعد أن هاجمت ميليشياته الشرطة التي كانت تمنع الزوار من الاختلاط بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية؟ للأسف المعلومات التي بين يدينا ومن مصادر خاصة تؤكد أن الحصيلة الحقيقية ربما ستصل إلى الآلاف، وهذه الحصيلة سببها عدم احترام جماعة وأتباع التيار الصدري وغير من الجماعات المرتبطة بالميليشيات الطائفية وضربهم بحفظ الحائط للإجراءات الطبية والحظر الذي فرض في العراق منذ أسبوع. كل هذه الأسباب ستؤدي إلى أننا سوف نصدم بحصيلة ستكون حصيلة مرعبة لانتشار هذا الوباء، وربما مقتدى الصدر استشعر هذا الأمر وأراد أن يقوم بخطوة استباقية للتنصل من هذه المسؤولية لأنه سوف يواجه وأتباعه غضبا شعبيا في العراق. من ناحية أخرى أستاذ أحمد، هل ترى أن الإجراءات الحكومية المطبقة لمواجهة الفيروس تتناسب مع الأعداد المصابة يوميا ومع خطورة هذا الوباء وسرعة انتشاره، ولا سيما في ظل تصريحات للمنظمات الدولية بشأن الأوضاع الصحية المتردية في العراق؟ بالتأكيد يعني نحن نشاهد يوميا أن هذه الإجراءات في الحقيقة إجراءات هزيلة ولا تواكب الخطر الكبير الذي يتعرض له العراق وكذلك العالم. لكن الشيء الذي ربما المفرح هو أن الناس لديهم وعي خاص بخطورة هذا الفيروس، لذلك نشاهد أهالي محافظات الأنبار وصلاح الدين وكذلك الموصل اعتمدوا على أنفسهم بعيدا عن الإجراءات الحكومية واتخذوا إجراءات كانت لحد الآن إجراءات ناجحة، لذلك نشاهد انعدام ظهور حالات جديدة من الإصابة في هذه المناطق على عكس المناطق التي تسيطر عليها أحزاب وميليشيات معروفة. هذه الميليشيات وهذه الأحزاب وبسبب إجراءاتهم الفاشلة وبسبب عدم احترامهم للإجراءات الحكومية وكذلك الحظر المفروض يتسبب بظهور إصابات كثيرة في الأيام القادمة. شكرا لك الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا من بغداد.